لكن استمتع أكثر فيما تبقى من دقائق الشوط الأول. محاولة تعود إلى كاروس، نقل كرة ممتازة إلى سامويل، هل يكون هذا الهدف؟ جول! جاء الهدف لسامويل أرسو، لسامويل أرسو، سجل سامويل الهدف الأول في المباراة بعد صناعة. ولا أجمل من كارلوس فيلانويفا، من كارلوس فيلانويفا، يا لها من كرة يا كارلوس! ما هذه الثغرة يا زوري، ما هذه الثغرة في دفاع الشباب! كيف توغل، كيف تقدم، كيف لعب الكرة مباشرة، لحظة الكرة من جديد، شوف شوف الكرة من جديد، يا عيني يا كارلوس! والوقوف كذلك من جانب سامويل، والكرة التي سكنت المرمى وأعلنت عن هدف للفهود أول، هدف أول للفهود إذن. ولاحظ السعادة الكبيرة التي تظهر على محيى